السلام عليكم. في هذا الفيديو بدي أحكي عن مجموعة من عطور آمن. عطور آمن الشركة بيعت اللي هي تيري موغلر، صار اسمها موغلر، وبعض العطور اللي عاشت معنا عطورهم الجميلة، أجمل عطورهم توقف إصدارها. أنا حاولت أجمع أهم وأجمل هاي العطور، كان صعب كثير علي ترتيب العطر من 7 لـ1، أيهما أجمل أيهما أقل جمالا. كل عطر فيه إله نوتته الخاصة، فيه إله جماله الخاص. صراحة عطور آمن لما بنعمل مجموعات عطرية صعب تحصل على رقم واحد في أي مجموعة، يعني أجمل عطر قهوة مش راح يكون واحد من عطور آمن، أجمل عطر صيفي مش راح يكون واحد من عطور آمن، أجمل عطر تونكا أو عطر سبايسي أو عطر من عطور المشروبات مش راح يكون واحد منها. يعني هم عطورهم مش التوب في العطور، ولكن عطورهم تتميز بانخفاض السعر والأداء القوي إلى قوي جدا 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 قوي فوق الخيال لبعض العطور، والنوتة محببة جميلة إلى حد ما، بتجلب مديح. مش من أجمل النوتات العطرية، ولكنها يعني نوتاتهم أحيانا ممكن تحصل على 9 من 10. فحاولت أرتب بعض هاي العطور. رح أبدأ بعطر The Taste of Fragrance. هذا العطر مش داخل ضمن السلسلة، يعني ما هوش رقم في هاي الأرقام لسببين رئيسيين. السبب الأول إنه هذا العطر هو نسخة حصرية Limited Edition، فإذا رحت بحثت عن هذا العطر في أي مكان في العالم للأسف الشديد مش راح تلاقيه، مش بس لأنه الشركة سكرت، راح تلاقي باقي العطور لأنه فيه ستيل في الستورات موجود منها، لكن هذا بالذات مش راح تلاقيه لأنه العطر أصلا أصدر كنسخة حصرية مش متوفر كثير. نحكي عن نوتات العطر، مختلف تماما عن أي عطر عمرك شميت. العطر غريب كثير كثير، عامل فيديو كامل عن هذا العطر، إذا بتحبوا روحوا تفرجوا عليه. رقم 6 في هاي المجموعة هو عطر بيور وود. العطر من اسمه واضح إيش المكونات تاعه، مزيج من الأخشاب خاصة أخشاب السرو مع الباتشولي اللي موجود في كل عطور آمن بدون استثناء. عطور آمن بميزها نوتة الباتشولي، معظمها فيها باتشولي وفي عدد كبير منها فيها نوتة القهوة، وهي معظمها أيضا وكثير منها مصنفة كعطور الجورموند، عطور السويتية. الأشخاص اللي بيحبوا العطور السويتية هاي من أشهر العطور السويتية عطور آمن. عطر بيور وود من أجمل العطور الخشبية، العطور الموائمة لفصل الشتاء والخريف، وممكن يكون مناسب لفصل الربيع لما يكون بعض الدول فيها درجات الحرارة منخفضة شوي. العطر من اسمه واضح كمية كبيرة من الأخشاب خاصة أخشاب السرو. معلومة عن عطور آمن، كل عطورها معظمها أو كلها تحتوي على الباتشولي. ما يميز عطور آمن هي أنها فيها باتشولي، ونوتة الباتشولي فيها كثير مميزة. هون نحكيش إحنا عن الإيرثي ولا الديرتي باتشولي، كل أنواع الباتشولي موجودة في كل نوع من أنواع هاي العطور، ومعظم هاي العطور تصنف كعطور غورموند سويتي. الأشخاص اللي بيحبوا عطور السويتية 1 مليون، سترونجر وذ يو، أرماني كود، أرماني كود وبرفومو، هاي العطور السويتية اللي فيها لمسة طبعا 212 في اي بي 6 البلاك. عطور آمن إلى حد ما تشبهها في النوتة السويتية معظمها. بنحكي هون نوتة الفانيلا مع القهوة مع الأخشاب مع الباتشولي كثير جميلة في هذا العطر. أداء العطر خرافي، فوق 8 ساعات ثباتية، يعني بنحكي 8 ساعات مينيمم، والفوحان مش أقل من 1.5 ساعة، كثير مناسب لفصل الشتاء والخريف. عطر جذاب بحقق لك مديح، سعره كثير منخفض. العطر بشوفه شبابي، بشوفه للناضجين، ممكن يكون مكتبي، ممكن يكون كاجوال، ممكن يكون رسمي، بس أنا بشوفه أنه كاجوال أكثر ما أنه رسمي. عطر كريبتومنت من آمن، برضو هذا العطر استمرار سلسلة عطور آمن فيها نوتة الباتشولي. هذا العطر أقل عطر فيه وواضحة فيه نوتة الباتشولي، ممكن لأنه العطر صيفي والباتشولي بيروح بالاتجاه الشتوي، بيعطيه نوتة شوي احنا بنسميها ديرتي في العطور. هي العطور الشتوية بتكون بالعادة عطور ديرتي، بينما العطور الصيفية بتسمى عطور النظافة أو فريش كلين بيرفيوم. هذا العطر زي ما انتم شايفين حسب اللون عطر صيفي. أكثر مكون يغلب على هذا العطر هو النعنع، في لمسة باتشولي بس مش كثير واضحة زي بقية عطور آمن،
والشوكولات. عامل فيديو كامل عن هذا العطر بإمكانكم ترجعوا له. العطر أداء 8 ساعات على الأقل ثباتية، فوحان مش أقل من ساعة ونص. طبعا الفوحان تاعه ما بيعب المكان، فوحان خلينا نقول مسافة متر حد أقصى. أقرب لكم أكثر إشي النوتة لهذا العطر، الشوكولاتة اللي على نعنع إذا بتعرفوها نفس نوتة هذا العطر، كثير جميل بحصل مديح. نعم صحيح هذا العطر مناسب للصيف، شبابي، عطر للناضجين، عطر إليجانت، عطر أنا بشوفه صباحي لأنه نوتة النعنع كثير واضحة في هذا العطر وبتصحي، من أجمل العطور الصيفية. عطر آمن الأصلي، طبعا هذا العطر هو أقدم عطر في كل مجموعة آمن، ومنه استوحي عطور آمن، بيور هافان، بيور تونكا، بيور وود، بيور انرجي، بيور كوفي، بيور ليذر. كل عطور آمن مستوحاة من هذا العطور، وكل هذه العطور فيها لمسة من الدي ان اي لهذا العطور، بعدها قريبة كثير من هذا العطور، وبعضها بس فيها لمسة بسيطة من الدي ان اي. طبعا احنا بنعرف تيري موغلر صاحب الشركة ليش هذا التصميم اللي عمله للعطور هاي النجمة. الرجل كان يحب الكائنات الفضائية والأشياء عن الفضاء والعالم الفضاء، فصممه بهذا الشكل الغريب. شكله غريب كثير، العطور جميل، لكنه الأوبتمايزر أسوأ أوبتمايزر، هو وعطور كارتير. شايفين كيف البعض بيكون بقص هاي عشان يسهل عليه عملية الرش. العطر باتشولي ومكونات سويتية. البعض بشبه افتتاحية هذا العطر بريحة عجال الكوشك أول ما تشتريها، صحيح فيها هذا الشبه، لكن إذا أنت شميته مباشرة ما تتسرع بالحكم على هذا العطر، لأنه هاي النوتة بتختفي بعد 5 لـ10 دقائق تبلش تشم العطر. العطر كثير جميل، كثير أنيق، كثير شتوي، كثير مناسب للشتاء، بيعطيك أداء خرافي. أكثر واحد فيهم بيعطيك أداء، بيعطيك 12+ hours، وبيعطيك فوحان هذا كثباتية، بينما فوحان بيعطيك مش أقل من 2 ساعات، وسعره كثير منخفض. كثير بنصح في هذا العطر، مناسب جدا وبحقق لك بالتأكيد مديح، مناسب لأجواء الشتاء في الليل أو في الصباح، بس أنا بشوفه مسائي شوي. العطر مكوناته ثقيلة شوي. عطر بيور مولت من آمن، العطر هاد حقق كثير حكي على السوشيال ميديا، البعض صنفه كأنه أجمل عطر من عطور آمن. كثير من اليوتيوبر خاصة الأجانب بيعتبروا هذا أيقونة عطرية. أنا ما بقول إنه العطر سيء، على العكس تماما، عطر جميل جدا. الأشخاص اللي بيحبوا العطور البوزي، العطور اللي فيها المكونات الكحولية زي الويسكي، هذا من أجمل عطور الويسكي اللي موجودة. ثبات خرافي، فوحان خرافي. العطر مناسب لفصل الشتاء والخريف، مش كثير بشوفه في الربيع، لكن أكيد مش في الصيف. ثبات مش أقل من 10 ساعات، فوحان مش أقل من 1.5 لـ2 ساعات. خاصة الباتشات القديمة لهذا العطر سعره كثير منخفض. نوتات برضو ستيل بتشم الباتشولي وبتشم القهوة في هذا العطر، كثير فخم هذا العطر. عطر شبابي كثير، في انرجي، في حركة، شغل طلعة أعراس. بيور تونكا من أجمل العطور في خط آمن. العطر مكونات واضح حسب الاسم، باتشولي وتونكا وقهوة. يختلف عن بيور مولت انه القهوة هون اكثر ظهورا من اي عطر من عطور آمن، في لمسة كثير قوية من الدي ان اي تاعت آمن الاصلي. ثبات خرافي، فوحان خرافي، مناسب كثير لفصل الشتاء، كثير جذاب، كثير كثير جذاب هذا العطر. افتتاحيته برأيي ثاني اجمل افتتاحية عطرية لهاي العطور. ريبتومنت افتتاحيته جميلة جدا ايضا، وهذا افتتاحيته جميلة، والعطر اللي احكي عنه آنفان برضو من أجمل الافتتاحيات. بعض العطور الثانية افتتاحيتها ممكن تكون شوي كحولية، لكن هذا العطر رائع جدا جدا، كثير بنصح فيه تناول الأشخاص مدمنين القهوة، اللي بيشربوا قهوة، بيحبوا نوتة القهوة في العطور، كثير بنصحهم فيه. هذا العطر مسائي مناسب لفصل الشتاء. ثباتية والفوحان خرافي، مش أقل من 9 ساعات ثباتية، فوحان مش أقل من 2 ساعات. لو قررت أتخلى عن كل عطور آمن وأحتفظ بعطر واحد فقط، راح اختار عطر بيور هافان. العطر كثير سويتي كثير، ولكن السويتنس فيه مش زي 1 مليون وسترونجر وذ يو، السويتنس اللي فيه متزنة. الاشخاص كمان اللي بيحبوا العطور التبغية، هذا من اجمل العطور التبغية في عالم الديزاينر، ممكن هو ودوتشي جابانا دوان اجمل عطرين تبغيين في عالم الديزاينر على الاقل برأيي. الاشخاص اللي بيحبوا العطور اللي فيها باتشولي ومكونات الجورمون، هذا العطر شبيه كثير بعطر زرجوف ناكسوس. بعض الناس بيقولوا انه افتتاحية هذا العطر اجمل من افتتاحية زرجوف، مع انه زرجوف شوي بتحس التدرج في النوتات اوضح. ما بقول انه هذا العطر خطي، ولكن التدرج في النوتات ممكن تكون اصعب شوي
من عطر زرجوف، يعني ما بتحس فيه كثير في التدرج. عطر تبغي، عطر جميل ثابت فواح، بحبوه كثير الصبايا واكيد بحصل مديح. رأيي الشخصي هذا اجمل عطر في عطور ايمن. البقية ما رتبتهم، يعني العطور السابقة ما في واحد اجمل من الثاني، فيعني هو كلهم جميلات، حتى العطور ايمن كلها جميلة، ولكن بالذات هذا العطر من اجمل العطور اللي مرت عني، كثير بنصح فيه، مستحيل اتخلى عن هذا العطر. العطر شتوي بامتياز، ممكن يكون لليالي الربيع والخريف، ممكن يناسب الخريف لكنه للشتاء مناسب. نباتية مش اقل من 8 ساعات، فواحان مش اقل من ساعة. برجع لكم الاختيار، كلها جميلة، اداء خرافي، مناسبة لفصول الشتاء والخريف، وبعضها مناسب لفصل الصيف، بعضها نوتاتها غريبة جدا. هاي الثلاثة كثير بيشبهوا بعض، لكن يعني في كل عطر له خاصيته وله النوتة الرئيسية اللي بتختلف عن باقي العطور. اما هاي العطور كل عطر له نوتته الخاصة فيه. اخيرا وليس اخرا بشكركم كثير على المشاهدة، شكرا لكم ونهاركم سعيد. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشتركوا في قناتي على الانستغرام وعلى الفيسبوك. شكرا لكم.